السلام عليكم في هذا الفيديو سنكمل مبدا حفظ الطاقه كونزرفيشن اوف انرجي في الفيديو السابق بارت 1 درسنا الكونزرفيشن اوف انرجي لكن بدون ما يكون في سبرينج ما كان في نابض زنبرك في السؤال يعني كان فقط كاينتيك انرجي انرجي نص ام في سكوير وبوتنشال انرجي للجراوند للإيرث اللي كانت ام جي اش طب ايش الان لو دخل في النظام سبرينج يعني صار عندي ثلاث مواضيع ثلاث انرجيز الحقيقة إنه إذا كان في في السؤال سبرينج بذكركم إنه السبرينج عبارة عن بهذا الشكل إذا شدينا أو ضغطنا (compressed أور اكسباند بمقدار إكس زاد بمقدار إكس عندها تذكروا كانت الفورس تساوي ناقص كي، الكي اللي هو سبرينج كونستانت ضرب الإكس. الآن إيش البوتنشال انرجي راح تتخزن داخل هذا السبرينج؟ اليو ممكن نسميها للسبرينج يو اس تساوي نص كي اكس تربيع وتذكروا الكي هو السبرينج كونستانت ثابت الزمبرك سبرينج كونستانت وعادة يعطى في السؤال اوكي ما تغير شيء نفس المبدا فاذا كنا في حالتين قبل وبعد يعني فيه اي انيشال واي فاينل عندها الطاقة راح تكون محفوظة، يعني الطاقة في عند الانيشال تساوي الطاقة عند الفاينل. طب الآن، انيشيالي كان في كاينتيك، كان في يو للسبرينج، وفي يو للجرافيتي اللي هي ام جي اتش. تساوي نفس الكلام بس في حالة عند النقطة فاينل، يعني عند 1 تساوي عند 2، كنا نسميها اي بي. معنى هذا الكلام انه نص ام في سكوير اللي هي الكاينتيك عند الانيشال زائد نص كي اكس سكوير اللي هي اجت بسبب السبرينج والجاذبيه ام جي اتش اوكي تساوي نفس الكلام عند النقطه 2 اه التو انرجي الثلاث طاقات الان اذا ما كانش في ارتفاع يعني كنا مثلا على سطح الارض ايش اللي بصير بتروح البوتنشال زيرو اذا كان موجود زنبرك مش مضغوط ولا عنده استطاله او مش موجود من اصلا بتكون هاي زيرو اذا كان الجسم ات زيرو يعني without motion بتكون الكاينتيك equal زيرو وهلو ما الان this depend على الكويستشن خلينا نشوف بعض الاكزامبلز اللي بيكون فيها سبرينج في هذا السؤال بحكي لي اهورزنتال سبرينج يعني انا عندي سبرينج افقي بهذا الشكل هذا سبرينج السبرينج له كي الكي موجوده في السؤال 360 نيوتن بير متر از كومبريست اذا ضغط ضغطناها لهون مثلا بكتله فانضغط بمقدار اكس الاكس تساوي 10 سم اذا بدنا نحولها لمتر شو بتكون؟ 0.1 متر اوكي نقسم على 100 الان بعد ما ضغطناها اند uh, uh, طبعا بكتله الكتله اللي ضغطنا فيها اللي هي كانت الماس تساوي نص كيلو جرام and then placed at the free end of the spring if the spring is released بعد ما ضغطناه تركنا الزمبرك اذا هاي الحاله رقم واحد الحاله رقم اثنين انه السبرنج رجع لحالته الطبيعيه والكتله انطلقت بسرعه في لانه بس رجع لحالته الطبيعيه انطلقت بسرعه في هاي تو او الفاينل المطلوب وات آه ويل بي ذا فيلوسيتي بعد ما تركنا الزنبرك من كله بسيطه في اي 1 تساوي اي 2 تمام الان في داعي اكتب كل القصه القديمه فيلوسيتي وكاينتيك نص تربيع وام جي اتش لا اول حاجه ما دام بتشوف كلمه هوريزنتال اذا الاتش تساوي زيرو ما في أه، بوتنشال انرجي ام جي اتش يعني ام جي اتش equal زيرو في الحالتين فيش داعي نحكي فيها اذا معناته نيجي عند واحد في كاينتيك زائد بوتنشال فقط للسبرينج يساوي كاينتيك زائد بوتنشال للسبرينج ما في ارتفاع خلاص لغيناها من البدايه الان اي زومبرك كومبريست مضغوط كم السرعه هون كانت زيرو ما في سرعه لذلك الكاينتيك اللي هي تساوي زيرو نص ام في سكوير ما في في سكوير فيش زومبرك مضغوط بكتلة فالكتلة واقفة إذا ما فيش إلا نص كي إكس سكوير الآن تركنا الزومبرك رجع لحالته الطبيعية فضرب الماس وأطلقها بسرعة يعني في نص أم في سكوير الآن إذا الزومبرك ريليزد ترك ورجع لحالته الطبيعية شو بيكون الإكس إله زيرو وبالتالي في الحالة رقم اثنين الزنبرك رجع لحالته الطبيعية للفري وبالتالي مش مضغوط إذا ما في إكس يعني بمعنى كأنه نص كي إكس سكوير كل اليو إس اللي كانت في السبرنج طاقة الكامنة في السبرينج كلها تحولت إلى كاينتيك في الكتلة. فنيجي الآن ما علينا غير نحسب نص الكي حاكي لي 360 الإكس كانت 0.1 تربيع تساوي نص الكتلة 0.5 الفيلوسيتي بدنا إياها تمام يلا واي يساوي ضرب 0.1 تربيع يساوي تقسيم اوكي اذا طلعت الفي سكوير تساوي 7.2 بس انا بدي الفيلوسيتي اذا باخذ الجذر جذر الانسر هذا طلع عندي الجواب 2.7 هل في جواب 2.7 متر لكل سكن نعم هيو الجواب اذا اوكي يلا اكزامبل اخر في هذا المثال اولسو بدنا نرد إن نشوف كلام عن السبرينج كل كلامنا الان عن السبرينج بحكي لي في هذا السؤال 2 كيلوغرام بلوك از اتاتشد ربطت في هوريزنتال سبرينج خلص فيش اتش يعني اتش ايكوال زيرو ما في ام جي اتش لانه هوريزنتال

للزمبرك يعني نعي نوضح الرسمة هيك أنا عندي هاي السبرينك في حالة العادية أجينا جبنا كتلة على سطح أملس طبعا كله الآن ما في احتكاك الكتلة هاي 2 اه كيلوغرام كيلو جرام ماشي بسرعة في تساوي 5 متر بير سكند ضربة السبرينك فايش اللي حيصير عندي؟ الآن الحالة رقم اثنين انه السبرنج انضغط لهون. اوكي؟ بوسط هاي الكتلة، انضغط بمقدار كم؟ اكس ثم توقف. لأنه مجرد ما ينضغط السبرنج بتوقف. المطلوب قديش مقدار الاكس؟ اوكي، تمام، بنقول معناته الاي E initial أو E1 تساوي E final اللي هي E2. الاي E initial kinetic زائد potential فيش ارتفاع خلاص ننسى ام جي يساوي كاينتك زائد يو سبرينج هاي واحد واحد عند اثنين عند اثنين يلا وهو جاي الكتله نعم في كان كاينتك نص ام في سكوير بس السبرينج بعدني ما ضغطته اذا اليو للسبرينج هذه زيرو يساوي الان بعد ما انضغط الزنبرك بالكتله توقفت فيش كاينتك اذا فيش الا نص كي اكس تربيع اذا زي السؤال اللي قبله بس بالعكس هناك كان الاكس معلوم هنا الاكس هي المجهول اوكي نص نص مع نص بتروح بضل عندي الام ااا اه، 2 كيلو جرام الفيلوسيتي اه، موجودة بالسؤال خمسة تربيع يساوي النص راحت مع النص ضل عندي كي اللي هي عبارة عن 200 والاكس سكوير بدنا اياها تمام إذا صار عندي 2 ضرب 5 تربيع يساوي بنقسمها على 200 يساوي تحت الجذر اذا طلعت الاكس تساوي نص متر طبعا رقم كبير جدا لكن نص متر انه انضغط فبس هو مجرد سؤال يعني اوكي نشوف سؤال اخر في هذا السؤال بحكي لي انا عندي سبرينج زي ما انتم شايفين هذا سبرينج فيرتيكال اه هون معناته لازم يكون في ام جي 2.2 كيلو جرام بول شوت فروم سبرينج جن يعني هذا كانه سبرينج اوف جن الكي موجوده والكتله موجوده اف ذا سبرينج از 0.05 متر هاو هاي كان بول اذا ببساطه احنا ضغطنا هذا الزنبرك مسافه من هون لهون 0.05 oh بهذا الجسم ثم تركناه راح ينطلق لاعلى تمام حتى يتوقف how high the ball reach uh, vertical؟ راح يضل ماشي للماكسيمم هايت، يعني الفيروسيتي راح تصير صفر. كم مقدار الاتش هاي؟ بنقول له بسيطة، سمي لي هاي 1 وسمي لي هاي 2، يعني الطاقة عند 1 تساوي الطاقة عند 2. اوكي، نيجي عند 1. حسب الكلام هون عند 1 أنا عندي كاينتيك زائد بوتنشال زائد يو، جرافيتي. كاينتيك زائد بوتنشال زائد يو. اوفي جرافيتي ويساوي دائما النقطة الأقرب على الأرض نعتبرها الزيرو إلنا، فإذا هذا الزيرو بمعنى إذا فيش ام جي اتش في النقطة الأولى. اوكي كاينتيك زمبرك مضغوط فيش كاينتيك لأنه كومبريست يعني ما في انضغط الزمبرك فالجسم عليه متوقف، إذا ما في إلا نص كي اكس سكوير لزمبرك. الآن أطلقنا فراح يضل ماشي لين يوصل ماكسيموم هايت، ماكسيموم هايت ما في سرعة الان لما وصلنا عند النقطه 2 هل الزنبرك بعده معنا لا خلصنا من الزنبرك ايضا ما فيش نص كي اكس تربيع لانه انا عديت الزنبرك ومشيت خلص الزنبرك تركته وراي ظل لوحده اذا ما في الا ام جي اتش يعني كانه كل طاقه الزنبرك تحولت الى ام جي اتش بوتنشال انرجي تمام يلا نشوف التعويض نص الكي الكي للزنبرك 400 الإكس 0.05 تربيع تساوي الإم 0.2 الجاذبية 10 فايند اتش تمام يلا نص ضرب 400 ضرب 0.05 تربيع يساوي هذا طلع كلياته نص يساوي على الطرف الثاني إذاً 0.2 ضرب 10 بيضل 2 هذا 2 اتش يعني الاتش تساوي 0.5 تقسيم 2 ويساوي ربع هل في جواب ربع الاتش تساوي 0.25 متر نعم هيو 0.25 زي ما انتم شايفين اوكي اكزامبل اخر زي ما قلنا احنا كل هذه البارت بارت 2 راح نتكلم عن اه كونزرفيشن اوف انرجي بوجود سبرنجات اوكي بقول لي spring كي إلو كي ثابت الزمبرك is suspended with upper end support from a ceiling with spring handing in its equilibrium configuration على الأغلب يعني في كثير من المسائل ما بينعطى الرسم بس على الأغلب في الامتحانات بيعطوا الرسمة an object M is attached to the lower and released from rest يعني القصة أنه أنا عندي spring هيو علقنا في كتلة هيها ام الام تساوي 2 كيلوغرام وخليناها تسقط من الزيرو في تساوي زيرو فروم ريست اذا ريليز تركت من الزيرو وات از ذا سبيد اوف اوبجكت راح ينزل لما يصل مثلا لهون راح يزوم طبعا بعدها معلقه بالسبرينج يعني سبرينج هيك راح تصير السبرينج استطال معي قديش راح لما صارت الاكس هاي 4 سم كم بتكون الفيلوسيتي هون ما هي ال V2؟ تمام إذا لاحظوا أنا في عندي حالة واحد وعندي حالة رقم اثنين بس ما قال لي هون إنه وصل لآخر شيء يعني بعد في velocity كم ال راح تكون وانتبهوا بده إياها بوحدة السنتيمتر لكل سكند تمام يلا بنقول له الطاقة عند 1 تساوي الطاقة عند 2 تمام يلا لما كان دائما النقطة الأقرب على الأرض بنعتبر ال H equal 0 لما كان عند 1 هون هو بعده مش شاد الزنبرك ولا وبدا من الزيرو يعني كاينتك زائد يو اس ما فيه في زائد فقط في ام جي في الارتفاع لانه كان اسقطنا من الارتفاع حاضر باعتبارنا هون اذا كم الارتفاع راح يكون اكس لما وصلنا لتحت كاينتك زائد بوتنشال زائد يو اس يو اس زائد يو جرافيتي جرافيتي ما في تحت لانه وصلنا خلاص عند نقطه الزيرو اذا صار عندي ام جي الاتش هي مقدار الاكس، قديش سقط؟ سقط مقدار الاتش لانه الاكس لانه ظل مرتبط بالسبرنج ما فلت الكاينتيك نص ام في سكوير زائد سبرنج نعم السبرنج استطال نص كي اكس سكوير تمام يلا نشوف شو عندنا نيجي نعوض الارقام الماس موجود اثنين الجاذبيه 10 الاكس وينك يا اكس قلنا مقدار الاستطاله 4 سم خلينا نحولها لمتر ال 4 سم لما تحول لمتر بتصير 0.04 oh نقسم على 100 نص الكتله 2 الفيلوستي بدنا اياها هو طالب بقول لك احسب الفيلوستي زائد نص وين الكي ال كي 200 وين الاكس عندي 0.04 0.04 تربيع تمام يلا نحسب مجرد ارقام 2 ضرب 10 ضرب .04 oh يساوي هذا كلياته هون طلع الرقم .8 يساوي روح على الجهة الثانية نص الـ 200 ضرب .04 oh تربيع يساوي هذا طلع نص 2 مع 2 بتروح ظل V تربيع زائد كل هذا الرقم حسبته point .16 تمام، وديها للجهة الثانية. إذاً: 0.8 0.16 يساوي طلع هاي وديها لهون، فصار عندي الجواب 0.664 تساوي v 2 طب كم الـ v؟ خذ الجذر. إذاً الـ v تساوي جذر هذا الرقم ويساوي 0.8 متر بير سكند. اوكي انا عندي 80 بس هو طلع قال لي بدي بالسنتي يعني بدك تضربها ب 100 عشان تحول لسنتي دائما المتر للسنتي بتضرب من السنتي للمتر بتقسم اذا ضرب 100 كم بيطلع 80 نعم هي الخيار موجود عندي تمام يلا ناخذ النجزان بالآخر في هذا المثال بيقول نفس الكلام عندي واحد كيلو جرام بلوك is released from rest at the top of a frictionless incline that makes آها آه إذا أنا عندي بهذا الشكل سطح أفقي آه سوري السطح مائل incline وزاوية الميلان اللي إله هاي سبعة وثلاثين تمام أوكي وعندي كتلة ريليزد فروم ريست ات ذا توب اذا في عندي كتلة هون مقدارها من السرعة من الصفر فروم ريست ريليز فروم ريست اوكي والكتلة 1 كيلو جرام فروم ريست اسقطناها مشت ان ان نون ديستانس نون ذا انكلاين فروم ذا بوينت مشت مسافة ما بنعرفهاش ذير از ا سبرينج حطينا هون في سبرينج اوكي okay. اذا حطينا تحت سوري حطينا تحت في سبرينج آه، هذا السبرينج له كي 200 ذن ذا بروت تو وضغطه السبرينج مسافه هاي الكتله ضغطته لا ما وصلته لهون مثلا مقدار اكس انضغط بمقدار اكس السبرينج اوكي The it's observed that the mass brought momently at rest after compressed point two. إذا كم مقدار الـ x.2 متر؟ إذا هاي الكتلة أجت وضربت الجسم هذا فضغطته 0.2. What is the distance؟ كم المسافة؟ uh, Does the mass slide from the point until لما وقفت؟ يعني من هون لهون كم المسافة دي هاي؟ بده كم المسافة؟ بنقول له بسيط. أنا عندي مبدأ حفظ الطاقة، هاي واحد وهاي اثنين. الطاقة عند واحد تساوي الطاقة عند اثنين تمام؟ ايش الطاقة عند واحد فوق؟ كاينتك زائد بو بوتنشال ام جي اتش زائد فيش سبرينج هون تحت صار عندي يساوي طبعا آه كاينتك زائد يو اس زائد ام جي اتش اللي هو جرافيتي نبدا نرتب امورنا اول شيء بدا من فوق فيش زيرو فيش الا ام جي اتش كم الاتش؟ اتفقنا دائما اخر نقطه بنصلها بنعتبرها الزيرو فاذا هون الزيرو اذا المسافه من هون لهون هي الاتش تمام اذا الاتش تساوي الان نيجي الكاينتيك تساوي تحت الجسم لما ضغط السبرنج وقف اذا زيرو فيش كايناتك الزنبرك ضغط نص كي اكس سكوير اليو جي ام جي اتش ما في اتش هون لانه خلاص هون وقفنا ونعتبر هاي الزيرو اللي إلنا، تمام يلا مجرد نعوض ارقام يعني كانه كل الام جي اتش تعوضت لهون اها انا مش ع... لو عرفت الاتش بقدر اطول الدي خليني اقول لكم كيف خلينا اول شيء نعرف كم هي الاتش الاتش مش موجوده بالسؤال الان بدنا طولها. الام واحد الجاذبيه 10 الاتش ما بعرفها نص الكي موجوده وين الكي الكي 200 اوكي الاكس موجوده بالسؤال 0.2 نضغط الزنبرك 0.2 تربيع يلا نطول الاتش اذا صار عندي على اليسار 10 اتش هناك نص في 100 200 الكي 200 قلنا نعم اذا 100 ضرب بوينت 2 تربيع يساوي 4 اذا هون طلع عندي نرد آه نتاكد بس عليها مره ثانيه نص ال 200 100 ضرب بوينت 2 تربيع يساوي كله هذا طلع 4 الجهه هاي 10 اتش اذا قديش الاتش الاتش طلعت 4 على 10 بوينت 4 اه طب هو هو بدهوش بده اه لكن انا بعرف خلينا اعيد الرسمه مره ثانيه شايفين هاي الاتش اللي هون وهاي بدي اسميها دي اللي هي تقريبا لحد ما وقف الجسم وهي الزاويه 37 انا بعرف من معلوماتي القديمه انه الساين الزاويه يساوي المقابل اتش على دي يا سلام الان انا معي الاتش حسبتها من كونزرفيشن اوف انرجي والساين موجود اذا بتطلع الدي ولا ما بتطلع اذا دي تساوي اتش على ساين ال37 ويساوي كم الاتش عندي انا حسبناها 0.4 على ساين ال37 اللي هي 0.6 يعني 0.4 تقسيم 0.6 يساوي الجواب 0.666 يعني تقريبا 0.67 سبعة متر نعم هي الجواب واضح اذا السطح اللعبه فقط هي كانت انه هاي 37 اللي هي نفس هاي 37 لانه اي ميلان نفسه عن الافق وبالتالي انا بدي الدي هاي قدرت اطول الاتش 1 من خلال الام جي اتش كل الام جي اتش تحولت انا الى نص كيكس اكس تربيع كل الام جي اتش تحولت الى نص كيكس اكس تربيع شغله مش صعبه بس طولت الاتش انا بعرف انه ساين الزاويه يساوي المقابل على الوتر فبتطلع مباشرة الزاوية سوري المسافة الأفق اللي مشاها كمان نأخذ هذا السؤال في هذا السؤال بحكي لي ذا هورزنتال سيرفيس خلص معناته فيش اتش يعني ام جي اتش راحت زيرو ويتش ذا بلوك 2 كيلوغرام سلايد اون فريكشن ليس واحنا كل قصتنا الان ما في احتكاك الاحتكاك ان شاء الله راح يكون بالبارت رقم ثلاث ذا سبيد اوف بلوك بيفور ات touch the spring اذا كان عندي سرعه تساوي 6 هاي في 1 6 متر بير سكند how fast كم السرعه the block move at the instant the spring has compressed 5 سم يعني اجت ضغطت السبرينج وصل لهون قديش انضغط السبرينج؟ انضغط اكس تساوي 15 سم يعني بوينت 15 متر كم السرعه؟ ما وقف ما قال لي انه توقف قال لي انه ما زال في سرعه في 2 كم كانت اوكي الطاقه عند 1 تساوي الطاقه عند 2 ايش الطاقه عند 1 اللي هي 1 يعني مقصود فيه قبل وهو جاي كاينتيك زائد بوتنشال اس يساوي كاينتيك زائد بوتنشال اس آه عند 2 عند 1 عند 1 فيش زمبرك انا ما عندي زمبرك اصلا مش مضغوط فيش الا نص ام في سكوير كاينتيك انرجي لما انضغط نعم في صار يو اس وقال لي ما زال يمشي اذا معناته نص ام في 2 تربيع زائد نص كي اكس تربيع يلا نيجي نعوض الان مجرد تعويض ارقام النص عندي وينك يا الماس قال لي 2 كيلوغرام الفيلوسيتي اللي داخل فيها كان ستة تربيع يساوي نص الام 2 كيلو جرام السرعة بتنيها هو طالبها زائد نص الكي موجودة في السؤال 2 اه كيلو نيوتن 2 اه كيلو نيوتن لكل متر يعني 2 ضرب الكيلو يعني 1000 اوكي ضرب اكس 15 سم يعني بوينت 15 تربيع تمام يلا خلينا نشوف الان الحسابات كل شيء معي ما مع عدا البي سكوير اذا نصف اثنين راحت في تربيع ستة 36 هذه ستة 36 تساوي في تربيع زائد ألف ضرب بوينت فيفتين تربيع يساوي هذه طلعت كلها اثنين فاصلة خمسة وعشرين أوكي وديها للجهة الثانية فصار ستة وثلاثين ماينس هذا الأنسر طلع الجواب في سكوير تساوي 33 فاصلة الآن خذ الجذر بس بدي أتأكد والله من الحسابات يعني أنا عندي 2 كيلو جرام الكتلة الماس سوري الفيلوسيتي 6 نص في 2 في 6 تربيع 36 نص في 2 في تربيع بدنا إياها نص ضرب 2 راحت في 1000 اللي هو كيلو يعني 1000 الضرب آه... كم عندي آه... 15 سم يعني 15 تربيع يساوي اوكي 22 سوري اذا هاي 22.5 اوكي وديها للجهه الثانيه هاي 22.5 تاكد انت من الحسابات راح تلاقي هذا الكلام وديها للجهه الثانيه بيطلع 36 ماينص 22.5 يساوي طلع الجواب في تربيع تساوي 13.5 خذ الجذر اذا جذر الانصر يساوي 3 اذا في تساوي 3.67 يعني تقريبا 3.7 متر بير سكند هل في جواب هون نعم هيو هيك بنكون تقريبا يعني غطينا اغلب المسائل اللي راح تيجي فيها سبرينج وانا برد اكد لكم انه موضوع السبرينج مساله سهله جدا مجرد انه اضفنا نص كي تربيع سواء في عند 1 لما كان مضغوط وانطلق او لما اجى جسم ضرب السبرينج وضغطه فصارت في 2 نص كي تربيع اذا كان افقي انسوا انه في ام جي بس راح يكون نص ام في سكوير ونص كي تربيع لما كان فيرتيكالي عامودي تحت ما في ام اللي فوق في نص في ام جي اتش اللي هي راح تكون قديش ارتفع اوكي ان شاء الله انتظرونا في البارت رقم ثلاث اللي هو conservation of energy لما بيكون في فريكشن بالتوفيق